بحلقة توني خليفة الليلة. بعد ما قصف جبهة باسيل، شو رح يقول الفرزلة لتوني خليفة؟ بعد تضارب الأخبار حول وفاة ابن الأب مجدي علاوي، الحقيقة الكاملة من أصحاب العلاقة. سنتين إلن بناموا على الطريق والأمم المتحدة غايبة عن الوعي. قالوا فوتونا على صريخ وعياط ويصرخون علينا. هل الكلام المنسوب لبشرى الخليل ضد الرئيس بري هي اللي كتبته؟ شو قصة الابتزاز الجنسي على الانترنت؟ توني خليفة الليلة 9:30 المساء مباشرة على LBCI وصوت بيروت انترناشنال.